قالوا لك يا هندسه ان عشان خاطر الفلويد يتحرك من مكان لمكان لازم يكون عنده ايه هندسه؟ فرق في الطاقه. يعني ايه يا شباب؟ يعني الطاقه في نقطه اكبر من الطاقه في نقطه. عشان خاطر الفلويد يتحرك من مكان لمكان لازم يبقى في فرق في الطاقه. الميه ما تطلعش من تحت لفوق كده الا لما يكون في ايه؟ فرق في الطاقه. الوضع الطبيعي يا هندسه ان انا عندي خزانه اول وهنا الوضع الطبيعي يا هندسه، انا عندي خزان والخزان ده انا عايزه يدي ميه الخزان تحت هنا. طب ايه هندسه اللي يخلي الميه تنزل من فوق لتحت؟ خد الطاقه. الطاقه يا هندسه هنا اكبر من الطاقه هنا، فالفلويد يتحرك في الماسوره دي كده وينزل تحت. في حد مش كده يا شباب؟ ايه المعادله اللي بتقول كده بقى؟ قال لك معادله اسمها معادله الانرجي ايكويشن. بتقول لي يا شباب بتقول انرجي عند واحد بتساوي انرجي عند اثنين زائد النصف. يبقى يا شباب نقطه واحد المفترض ايه؟ اكبر من اثنين. ليه؟ عشان اثنين مجموع جنبها ايه؟ كمان كده. في لحد ما شباب اي مشكله؟ قال لك الانرجي هنسى في الفلويد، الانرجي في الفلويد ليها ثلاث اشكال. اول حاجه طاقه بقى هي بي واحد على الواو، وبعدين طاقه سرعه، وبعدين طاقه واو. دول يا شباب الثلاث اشكال بتوع الطاقه، بي واحد على جامد وزد، وبي واحد سكوير على كام؟ على 2 جي. الجزء الثاني هتلاقي نفس القصه برضه، بي 2 على جامد، بي 2 سكوير على 2 جي، زائد زد 2 زائد الاتش لوسز من 1 ل 2. واضحه كده يا شباب؟ يبقى هندسه الميه وضعها الطبيعي هتتحرك من الخزان لفوق الخزان السفلي. ليه؟ تحت تأثير فرق الطاقة. تحت تأثير فرق الايه؟ الطاقة. ممثلة يا شباب في الخزانات هنا، ايه الوضع في الخزانات؟ الارتفاع. دي ارتفاعها 50 متر ودي ارتفاعها كام؟ 10 متر. فبالتالي يحصل انتقال الفلوس من الأعلى للأسفل. ده الوضع الطبيعي يا شباب. في أي مشكلة لحد هنا؟ إحنا هنصاحب الشغل على الخزانات على طول بنعتبر السرعة في الخزان بيساوي صفر. السرعة في الخزان بيساوي كام يا شباب؟ بيساوي صفر. والضغط يا هندسة على سطح الخزان ضغط ايه؟ ضغط جوي. واحنا بنحل حاجة اسمها جيج بريشر. يعني ايه يا شباب جيج بريشر؟ يعني الضغط مطروح من الضغط الجوي. فالضغط هنا لما يكون ضغط جوي وانا بحل جيج يعني ضغط بكام؟ بصفر. فبرضه بي واحد وبي اثنين بصفار. ادي واحد اهي يا شباب فوق وادي اثنين. يبقى هندسه عندك اي خزان مفتوح يبقى الطاقه فيه عباره عن ايه بس؟ عن هيد ارتفاع. مفيش طاقه ضغط ولا في طاقه سرعه. في لحد هنا اي مشكله؟ اي خزان كده يا شباب؟ اي خزان كده. طب يا هندسه الفلويد يا هندسه يتحرك اسهل لو كانت الماسوره عامله كده ولا لو كانت عامله كده ولا لو كانت عامله كده؟ اني اسهل؟ صح؟ يبقى بالتالي ده بيعبر يا شباب عن اللصوص دي. بنفهم اللصوص. قال لك اللصوص ده جزئين. اتش نص من واحد اثنين دي عباره عن جزئين. عبارة عن اتش فريكشن زائد الاتش ماينس. يعني ايه يا شباب اتش فريكشن؟ قال لك ده هيد بيز على نوع الماسورة وطول الماسورة.
اتش فريكشن بتساوي كام يا هندسه؟ قال لك بتساوي اف في ال على دي دي سكوير على ال 2 جي او اف في ال على 12 دي اس 5 في اليو سكوير. يا شباب الاتش فريكشن بتساوي كام؟ اف في ال على دي سكوير على 2 جي او اف في ال على 12 دي اس 5 في اليو سكوير. واضحه؟ ال ال هو ايه يا هندسه؟ ال دي الطيران، ال في سرعه، ال جي عدد الجاذبيه. طب وهنا ال طول دي ديامتر، الكيو هي ايه يا شباب؟ الكيو هو عدد تصرف بنسميه الفلوريت او الاستشار، وحدتها متر مكعب على الثانيه، بتساوي حاصل ضرب بالاريا في السرعه. والاريا عندنا هسه ايه تحت الماسوره كام؟ باي على 4 في الدي سكوير. باي على 4 في الدي سكوير. واضح كده يا شباب؟ ناقص لك الايه؟ الاف ناقص الاف اللي هو اسمه ايه؟ فريكشن فاكتور، اسمه الفريكشن فاكتور. بحسبه ازاي يا شباب الاف ده؟ الاف ده هنحسب بنحسب بيزد على نيوس نمبر على حاجه اسمها رينوس نمبر. بنحسب يا شباب حاجه اسمها رينوس نمبر. بتساوي كام رينوس نمبر؟ قال لك بيساوي الرو كثافه، في سرعه، دي ضيقتها على الزوجه. احسب من هنا قيمه رينوس نمبر. لو طلع يا شباب رينوس نمبر ده اقل من 2300 قال لك يبقى قيمه الفريكشن فاكتور بتساوي 64 على رينوس نمبر. طب يا شباب لو طلع رينوس نمبر اكبر من 2300 او اكبر من 3000 قال لك يا هندسه انا هحسب الاف داله في رينوس نمبر وفي ايبسلون على دي عشان خاطر احسب قيمه الاف لازم يبقى معايا رينوس نمبر وحاجه اسمها ايه؟ ايبسلون على دي. واضحه يا شباب كده؟ هو بص يا مصر مش مخطط في مره طلعها ضربت بيكتب كده ساعات او بيكتب كده 3000. طب بين الاثنين؟ مفيش اصلا سبب بين الاثنين. دي اسمها نقطة ترانزيشن. يعني ما بنعرفش نحلها. فمفيش طريقة في الحتة دي. اللي هو 300 لحد 3000. مش هتلاقي مسألة عمرها في الحتة دي. طب جد حلها تربح. ماشي؟ واضحة يا شباب؟ الراجل اللي بينام ورا. روح يا مهندس ولا بتكتب. يبقى هندسة لو انا شغال يا شباب لامينر يبقى بكام؟ 64 على رينوس نمبر. طب لو شغال تمبرنت يا شباب قال لك هستخدم حاجه اسمها مودي ايه؟ مودي شارب. عامله كده كل خط من دول يا هندسه له رقم معين. هنا مثلا 1 من 100 ده 1 من 1000 ده مثلا 1 من 10000 وهكذا وهكذا. وتحت قيمة رينوكس نمبر وعلى الشمال قيمة الاف. احنا عايزين ايه يا هندسة؟ عايزين نحسب الاف. فلو معايا مثلا الابسلون على دي بواحد من 1000 ومعايا رينوكس نمبر طلع ب 10000 اهو واحسب قيمة الاف. واصلة كده يا شباب؟ طب يعني ايه هندسة ابسلون على دي؟ قال لك ان اي ماسورة يا هندسة اي بايو ما بتبقاش هندسة سموث. شطح الكوزين اي ميه على حسب
صنع المصنعات صنعها كويس، المادة اللي مصنعة لها كويس ولا مش كويس. يعني مثلا في اليوم دلوقتي بيبدلوا حليب الزهر اللي في الصرف لإيه؟ لبلاستيك. ليه بلاستيك؟ اسمه صرف الإف بتاعته إيه؟ قليلة. ده قيمة الإبسلون اللي هي سم الخشونة. هو بيديله في المسألة، بيديله في المسألة يا باشمهندس صح؟ بيديله في المسألة. الإبسلون على دي اسمها الرفنس ريشيو. طبعا الرفنس ريشيو قيمة لها رقم، الرفنس ريشيو ما فيش رقم، رقم ده اللي مش رقم. طب يا هندسة جات لك في مسألة وما اداكش قيمة إبسلون على دي، هتفترض انها ايه؟ البايب دي يا شباب الرسمة دي اخر خط خالص مكتوب جنبه سموث، فلو ما اداهاش هتعتبرها ايه؟ سموث. واصلة فيها يا شباب؟ في حد هنا ايه مشكلة؟ انا دلوقتي يا شباب بعرف احسب قيمة الفريكشن فاكتور سواء لامينر او تربلر، حسبته اخده واحطه في معادلة الفريكشن احسب قيمة الايه؟ الاتش فريكشن، يطلع رقم بالمتر. وصل كده يا شباب؟ هندسه بالله مصحصح معانا؟ الترم ده هو يا هندسه الضغط بالباسكال معايا؟ اي ترم من دول وحتوا يا شباب؟ متر. اي ترم من دول متر، يعني بي على قامي بي سكوير على 2 جي متر، كل الكلام ده كله متر. اتش بصص بمتر. تعالى احسب يا شباب الاتش فريكشن. طب والاتش ماينور؟ قلنا الترم باسكال، او الترم باسكال عباره عن اتش فريكشن على الرقم ده باسكال. الفريكشن حسبناه. طب والاتش ماينور يا هندسه؟ قال لك بتساوي ايه في البي سكوير على 2 جي؟ بي على الرقم باسكال بتساوي الكي في البي سكوير. الناس اللي عايز يمشي الناس اول بي على الرقم متر ولا باسكال؟ كله مش. انا وقعت في البتاع البي على البي بس بس البي بس بس كده بس كده عملت مطبع دي الاتش ماينور يا هندسه اللي هي ايه يا هندسه؟ قال لك ده ايه بتساوي الكي في البي سكوير على كام؟ 2 جي. كي بي سكوير على 2 جي. دي تعمل عليها بقى يا شباب. قال لك بتعتمد على التغير في شكل البايب وعلى الاكسسوارز اللي موجوده في البايب. يعني ايه برضه يا هندسه؟ يعني لما احنا رسمنا الخزانين كده لو خطه مستقيم هيبقى اسهل ولا اصعب؟ حتى لو ليهم نفس الطول فده صعب. فالاتش ماينور خاصه بالايه بقى؟ بتغير شكل البايب. واضح كده يا شباب؟ بتساوي كام؟ كي في بي سكوير على 2 جي. بتساوي كي في بي سكوير على 2 جي. طب الكي دي بكام؟ قال لك انت في كي هنا تحفظهم بس. الكي بتاع المدخل ده اهو. خزان يا هندسه. ومتصل ببايب الكي بتاعتها بنص. انا هجمع الكات دلوقتي في المساله. يعني هنا في كي عند المدخل وفي كي عند الكعان دي كلها وفي كي لو في فال وفي كي لو في فلتر. دي كلها ايه؟ كيهات. هقول له سمشن كي. كل الكيهات دي كلها جمعهم مع بعض ضربهم في كام؟ لو جبت لك الكوع ده هقول لك الكي بتاعته مثلا بنص، الفلتر الكي مش عارف ب 8، الفالف الكي ب 20،
انا هقول لك المساله يبقى ده جيفن. امال ايه اللي مش جيفن؟ الكل اللي عند المدخل بكام؟ بنص. وعند المخرج بواحد. اللي عند المدخل بنص واللي عند المخرج بواحد. وصلنا كده يا شباب؟ يبقى هنسال كي ال بنص والكي ال زد بكام؟ بواحد. جمعهم كلهم على بعض يبقى لك حسبت كده ايه؟ سمشن كي. اضربهم في ايه؟ دي ترجع لك من جديد. والفي هي عباره عن ايه؟ كيو على ال والاريا باي على 4 في دي سكوير مساحه الدايره. وصلنا يا شباب؟ في حد هنا اي مشكله؟ معلش يا باشمهندس هو السرعه بناخد السرعه اللي هي تبقى واحده اللي عند الفالف والبعض اللي بره. هو لو في فالف السرعه قبله هي السرعه بعده. لو في اي حاجه من دول في سرعه قبل وبعد خد اللي بعده. لو اي حاجه من دول يعني الباي كانت عامله كده وبعدين بقت عامله كده خد السرعه الثانيه ماشي كده؟ وصل يا شباب؟ طبعا احنا مشرحين برضه في الاول الناس اللي حضرت اول سكشن مشرحين باستفاضه شويه يعني. برضه الاستفاضه ديت اللي عايز ياخد باله منها ماشي ما ياخدش برضه الايه؟ ده زي ما قلت لك ده مراجعه على فلويد واحد. حد عنده اي سؤال لحد هنا؟ مش مهندس حضرتك قلت هنجمع كل الكي وبعد كده نضربها نحطها في الكرون يعني. الكي برضو عند الفالف او الفلتر او اي الحاجات دي هناخدها معانا برضو؟ كل الكي تمام. اقول مثلا هنا نص زائد 6 زائد 3 او زائد 5 زائد انما النص الواحد ممكن يخرجه بس في قوس مضروبين في كام؟ في الدي سكوير على 2 جي بس كده. لو دي مش متغيره لو دي مش متغيره لو دي متغيره تاخد الثاني. لا لو دي متغيره يعني مثلا ايه؟ الباي اللي عندك كده وبعدين بقت عامله كده مثلا كده. ناس كلها ده فده نص ومثلا نص ونص مضروبين في كام؟ في السرعه اللي ايه؟ اللي هي كيو على باي على 4 في الدي سكوير. طب اللي جايين دول كلهم هجمع ده وده 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 وراهم فين؟ في السرعه الثانيه اللي هي مقسومه على كام؟ باي على 4 في الدي الكبيره. واصله كده؟ واصله كده يا شباب؟ كان هجمع ايه هندسه؟ ال H ماينو. طبعا اغلبيه المسائل الترم التالت بنجمله اصلا. بنجلسه. ما بتهملوش انت من نفسك الا لما احنا نقول لك ايه؟ في المساله هنجلسه. ده مع ده يديك ايه يا شباب؟ H نص من واحد لاثنين. واضحه كده يا شباب؟ في مشكله؟ الاساسيات بقى يا هندسه. البي امتى بيظهر بيه اصلا يا شباب؟ امتى بيظهر بيه؟ يعني مثلا يا هندسه لو انا عندي خزان اللي انا رسم عليه ده وقمت جاي مديك الخزان ده اقول كده وقلت لك الضغط ان اهو بيساوي 50 كيلو باسكال يبقى بي واحد ليها ضغط ولا مالهاش ضغط؟ صح كده؟ يبقى بي واحد بكام؟ ب 50 في 10 اس 3. طب والجاما؟ هي ايه الجاما؟ الرو في الجي حاصل ضرب الرو الكثافه في الجي اللي هي على الجاذبيه. لو ميه طبعا انت حفظها كام؟ 9710. لو الخزان مفتوح يبقى كده مفيش ضغط. يبقى ضغطه بصفر. لو الخزان مفتوح ضغطه بيساوي صفر. طب يا هندسه ايه تاني؟ الجاما حاصل ضرب الرو في الجي الكثافه الرو مش متغيرون كثافة على الجسم يديك كم يديك الرقم هو بالمتر بي سكوير على 2 جي برضه متر وزد متر كل يبقى كله يا شباب انطلق. قلنا السرعه حسب الخزان بكام؟ طب امتى يظهر كلمه السرعه؟ لو الماسوره ده اهي عادي خزان اهو وبيرمي في ايه يا شباب؟ يعني عندي خزان وبوصل بخرطوم هاي المرة خارجة من الخرطوم تبقى خارجة بسرعة بصفر؟ لا ده خارجة بسرعة فبالتالي الترم الثاني هيبقى الضغط بصفر والفيه كام؟ ليها قيمة. الفيه هجيبها منين؟ كيو على ايه؟ واضحة يا شباب؟ واضحة يا عزيزة؟
بس ده كله برضه احنا بنراجع لسه على زمان على كلام اللي اخدته في الوقت ده. مش دعوه بقى حتى ما خدتش انا بفكر في وقت اللي هيطول اللي هيحتاج منها الموضوع او الدكتور عايزه. في انسى حد ليه اي مشكله؟ طب يا هندسه بقى احنا عاملين نقول الميه بتتحرك من فوق لتحت، طب ازاي ما بتطلع لنا في الدور الثالث؟ في الاماكن اللي احنا عايشين فيها دي عن طريق حاجه اسمها الكابيلري تيوب او الخصيه الشعريه. يعني ايه هندسه؟ يعني بتلاقي عندك يا هندسه مثلا في محطه ميه فيها سهريج عاليه كده صح؟ هما بيعملوا ايه يا محطه الميه؟ بيرفعوا الميه كده لحد فوق بحيث انا هنا الميه المفترض تطلع لكل حته ايه يا هندسه؟ عند شكل بيعملوا السهريج دي اعلى حاجه خالص، تلاقي اعلى حاجه في البلد على طول. ليه؟ عشان يبقى كله تقدر تغطي البيوت كلها. بتاع سقف في بيوتنا مفيش فيها ضخامات صح؟ طب اللي ساكن مثلا في برج او حاجه عالي يعني ارتفاعه فوق ارتفاع السهريج ده. فتلاقي ما عندهم اشعه تحت. موتور. عندهم موتور، ايه الموتور ده؟ اللي هو البمب. يبقى هندسه البمب ده فايدتها ايه؟ ترفع الميه بتقاوم فرق الضغط وترفع الميه الارتفاع ده. واضحه يا شباب كده؟ يبقى انا هندسه لو عايز ارفع ميه من تحت لفوق هعمل ايه يا شباب؟ هعمل مضخه. هجيب مضخه اركبها. هجيب مضخه واركبها. صوت الميه الكبيره اللي عندكم، صوت الميه اللي في البلد التوابيت كلها دي. هجيب مضخه يا هندسه واركب. يبقى يا هندسه الحركه هيبقى ده هو واحد وده اثنين. بقى ده واحد يا شباب وده اثنين. صح كده؟ بتحركها من تحت لفوق. احنا قلنا يا هندسه المضخه بتعمل ايه؟ بتقاوم فرق الضغط. بتقاوم فرق الضغط وبتدي الفلو الطاقه. طلعه فوق. يبقى هندسه لازم طبعا الانرجي هنا ما اتغيرتش صح؟ هي نفسها الارتفاع ده ما اتغيرش والضغط هنا بصفر. صح كده؟ والسرعه بصفر. طب ازاي بقى؟ النهارده المعادله عامله ازاي؟ الانرجي عند واحد بتساوي الانرجي عند اثنين زائد الابسوس من واحد اثنين. طب برضه ما زال الطاقه في اثنين عاليه. ازاي بقى الفلوس تتحرك من واحد اثنين؟ فاحنا ضفنا ايه يا شباب؟ مضخه. فالمضخه ظهرت ايه؟ زائد اتش بار بتساوي الانرجي عند اثنين زائد الابسوس من واحد اثنين. واصله كده يا شباب؟ فيها مشكله؟ يبقى المعادله الاساسيه دي اتغيرت. بقت عامله كده. بقت بي واحد على جامع عادي خالص زائد زد واحد زائد بي واحد سكوير على 2 جي زائد اتش بامب بتساوي بي 2 على جامع زائد بي 2 سكوير على 2 جي زائد زد 2 زائد اتش نص من 1 2. دي المعادله يا شباب بتاعت لما كان عندي المضخه في المساله او في السيستم على طول عندي المضخه. واخد كده يا شباب؟ فيها مشكلة؟ تعرف تعوض وتحسب قيمة الاتش بامب؟ احنا متوقعين يا شباب اتش بامب تطلع بايه؟ بمتر ولا بوات ولا بمتر؟ كله متر تطلع برضه بمتر. قال لك بقى الباور بتاع الطاقة بيساوي جاما في الكيو في الاتش بامب. الباور بيساوي كام؟ الباور بقى بالوات. المضخه دي هندسه بتعمل ايه؟ بندخل لها كهرباء تقوم جايه محوله فيها ماتور محول الطاقه الكهربائيه لطاقه ايه؟ ميكانيكيه. بيبقى عند شافت بيلف. الشافت ده متوصل بحاجه اسمها الاندر زي المره اللي فاتت. يحول الطاقه الميكانيكيه لطاقه ايه؟ هيدروليكيه. الفلويد ياخدها ويطلع لفوق. واضحه يا شباب كده؟ فبالتالي اقسم الباور بقى اللي انا اجيب مضخه على اساس واجيب مضخه مثلا 20 واط اللي اخد ده في مضخه نص حصان واحد ونص حصان. هجيب مضخه قد ايه؟ ما هو الحصان ده اللي هو باور صح؟
مش انت عارف ان الواحد هورس باور بيساوي كام؟ 0.76 من الكيلو وات. بس فانا جبت بقى اشوف بقى احسب الاول بكام وات واحولها بقى لايه؟ الهورس باور. فبالتالي بقى في الكيو في الاتش بامب يديك ايه يا شباب؟ واضحه كده يا هندسه؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ تمام؟ واضحه يا شباب؟ حد يرد عليا يقول اه ولا لا؟ زي الفل يا هندسه. احنا كده هندسه خلصنا. هنحل مساله واحده من الشريط الاول اللي احنا خدناه. هنحل مساله من الشريط اللي احنا خدناه ودوت اللي احنا حضرتك قلت لو احنا هنحولها من الوات ل موجود على المحاسبه. الدكتور قال لنا 736، قال لك اشتغل على 736 بس. الانجليزي يعني مش الفرنسي؟ هم ثلاثة بقول لك اصلا نمبر 736 746 دي شغاله في الالات. ده مراجعه على كود واحد. فانت راجعه بقى حل فيه اللي انت هتدور عليه. يعني مش هنطبق بيها. مش تيجي مساله عليه اصلا. بس هتفهم انت الباقي اللي بعد كده بقى حاجه عليه دايركت. ما ده هيفهمك الشابتر اللي بعد. بس لا خده مطلوب اللي جاي. ايه مش هي المضخه عملت ايه؟ الدكتور واحد اللي بيدي فلوس طاقه مش واحد درس على الحرف فلو هيخلص في النقطه طلع مع واحد. اما لو كنت تبينا احطها لنا خير تقدر تعمل ايه؟ تاخد طاقه اكستراكت انرجي بتاخد طاقه بتاخد طاقة من الفليو. التربين يا شباب بتاخد طاقة من الفليو. سجلت الفيديو ما من المسألة. اداك انسى رقم 8 اداك الكيو تساوي 0.075 متر مكعب على الثانيه. قال لك الخزان ارتفاعه كام؟ 20 متر. ست واحد ب 20 متر. قال لك موجود مضخة فروم ريسيفوار اباف اباف تو افريد ديسشارج ل 35 متر. المضخة بترفع الارتفاع مقداره 35 متر. قال لك انسى ذا بريشر اون ذا انتيك سايد اوف ذا بامب 150 الرسم 100 متر. ادي الخزان والخزان فينا مضخة اهي وفي فوق ماسوره عامله كده. ارتفاع الخزان ده هو 20 متر. جروب 1 سمى ده 2 وقال لك الضغط عند رتبه 2 ب 150 كيلو باسكال. والضغط عند رتبه 3 ب 450 كيلو باسكال. ونقطة 4 ارتفاعها 35 متر. قال لك اور زبايد من النوع الستيل. الديامتر بتاعها 15% متر. عايزين نحسب الهيد بتاع المضخة اللي هو اسمه ايه؟ اتش بامب. وعايزين نحسب التوتال هيت لوس بتوين ذا بامب اند ات ا بوينت اوف تشارج. وعايز يحسب اللوسز ما بين 3 و 4. عايز يحسب الاتش لوسز من 3 ل 4. قال
نعمل ايه يا مستر؟ انا اول حاجة عايز احسب قيمة اتش بار. قولي يا هندسة ايه؟ هو ايه اللي قبل ناصر بتاعه؟ ده قيمة ايه؟ بص يا هندسة، انت عندك هنا طريقتية، عندك هنا طريقتية، لاما اتكلم على السيستم كله من واحد لاربعة، لاما اطبق، بص يا هندسة معدل برنولي ممكن اطبقها في اي حتة، فانا ممكن اطبقها من واحد لاربعة. من واحد لاتنين. الضغط في واحد بيساوي كام؟ 60 متر بس صح؟ زائد اتش بار بتساوي كام؟ الطاقه في 4 35 متر زائد اللص صح كده؟ زائد ايه يا شباب؟ انت معاك اللصص؟ فاجي اللص منين؟ بتساوي كام؟ اف في ال على 12 دي اس 5 في كيو سكوير. انا معايا كيو بس معاك ال ال مش معايا، يبقى انا عطلت صح؟ يبقى مش تنفع. طب الطريقه الثانيه مش انا ممكن اطبق برنولي بين 2 و3؟ قلنا بين اي وفصيل اطبق برنولي بين 2 و3، فانا هطبق برنولي هقول له اطبق اسمها الانرجي. انرجي ايكويشن بين 2 و3. الطاقه في 2 بكام يا شباب؟ 150 ثلاث اشكال صح؟ قابلني في الطريق ايه؟ يبقى زائد اتش بار بتساوي صح كده يا شباب؟ طب في لصص من 2 ل 3؟ مفيش اي مواسير، انا بطبق عند مدخل ومخرج البام، فمفيش لصص في الايه؟ في المواسير، فهتبقى كده بس. طب هي البام نفسها مفيهاش خش ده مثلا؟ لو حطيت هنا اللص بتاع البام هحط حاجه اسمها ايش ثيوريتيكال، لو ضفت هنا ايش لص في البام هحط هنا ايه؟ ثيوريتيكال اللي هو في الطاقه اللي المضخه بتديه، اما الاتش بامب هو الهيد اللي فلوت خده خلاص، يعني هتروح منه النص. واضحه شويه كده؟ الاتش بامب هو الهيد اللي فلوت خده، فبالتالي مفيش فلوس خالص. تمام؟ السرعه هنا يا هندسه هي السرعه هنا. قال لك المواسير كلها ليها كلها نفس الدايمتر. يبقى كيو كلها واحده صح؟ يبقى الفي واحده، يبقى السرعه هي السرعه. طب وزد؟ هي زد. يبقى اتش هون بيساوي كام يا شباب؟ هتساوي بي 3 ناقص البي 2 على كام؟ يطلع رقم بالمتر. انا ممكن احفظها ممكن تقول على اتش بامب بتساوي فرق الضغط قبل وبعد المضخ. شغاله. ماشي؟ عايز تستنتجها من معادله الانرجي ايكويشن مفيش مشكله. عايز تحفظها دي حاجه ترجع. دي احسن ده شباب قيمة اتش بامب رقم بالمتر. تمام. طيب. المطلوب التاني بقى هو عايز ايه؟ عايز الاتش لوسز من 3 ل 4. عايز الاتش لوسز من 3 ل 4. تظهر فين دي يا هندسة؟ اطبق برنولي ما بين 3 و 4. اطبق برنولي اللي هي الانرجي ايكويشن بين 3 و 4 يبقى بي 3 على جام زائد السرعه في المضخه بي 3 على 2 جي زائد 3 مفيش ايه من 3 ل 4 فين نفس السرعه نفس الارتفاع بتاع المضخه ما قالوش حاجه من 2 ل 3 نفس السرعه نفس الارتفاع بتاع الرياضه زائد الاتش لوسز من 3 ل 4 الضغط 3 معايا صح؟ طب السرعة في 3 مش هي نفسها السرعة في 4؟ ها يا شباب السرعة في 4 على ايه؟ دي نقطة بترمي اللي هو خرطوم يعني يبقى في سرعة الدايمتر 1 يبقى السرعة برضه ايه؟ 1 ففي 3 وفي 4 يروحوا مع بعض فرق الارتفاع بين زد 3 وزد 4 معايا في المسألة جبت قيمة ايه يا هندسة هنا؟ طب وبي 4 بكام؟ بصفر. ما هي 4 خرطوم بيرمي في الهواء الجوي. يبقى بيرمي في الضغط الجوي. هي قيمة زد 3 بصفر ده صح؟ اه. تمام. شوف المسألة. صفر. بصفر.
ديب سيرف. يبقى 6 4 ليها كام؟ يبقى انا معايا شباب دلوقتي وبي 4 كام؟ بصوا ومعايا بي 3 تعرف تحسب ده اهو. يبقى رقم ده اهو ناقص تجيب قيمه البي بعد تجيب قيمه الاسس من 3 و 4. واضحه يا شباب؟ واضحه ولا ايه؟ واضحه كده يا شباب. ده مش مطلوب مني انا عملته معاك. المره الجايه ان شاء الله المره الجايه هنشرح الدايمنشنال ليست اناليسيس. ماشي.